لكن كاتب ومفكر إسلامي كبير دكتور ناجح إبراهيم كتب مقالة من يومين في جريدة الشروق، مقالة كان عنوانها جاذب جدا، أتمنى أن أنتوا تقروا المقالة. هي المقالة كانت على صفحة كاملة في جريدة الشروق. دكتور ناجح إبراهيم مفكر إسلامي كبير، رجل جرى سجنه 30 سنة وخرج من السجن منتهى التسامح. بصراحة أنا مش عارف قدر يعملها إزاي، يعني مفروض يطلع غاضب منتقم من الدولة من السلطة من كل الحكومات، لا بالعكس، ده أسس لمرجعيات وعمل مراجعات ودائما كلامه كله تسامح. بيدعو دكتور ناجح إبراهيم كتب في مقالته: هل كان بإمكاننا تجنب وجود الدواعش في سيناء؟ هل كان بإمكاننا تجنب وجود الدواعش في سيناء؟ عارفين الدواعش موجودين دلوقتي في سيناء وبيعملوا عمليات إرهابية بشكل مستمر، والدولة المصرية بيتم استنزافها في حرب عصابات، أقرب لحرب عصابات، والجيش المصري الوطني الحر هو اللي بيدافع وبيزود عن الأمة في هذه المعركة. خلونا نروح لصديقي العزيز دكتور ناجح إبراهيم بعد مساء الفل. خليني أطرح عليك السؤال دكتور ناجح، هل كان بإمكان مصر تجنب وجود الدواعش في سيناء يا دكتور ناجح؟ هو كان يمكن لو لم تقم ثورات أو لم يكن هناك خلل أمني في فترة من الفترات أو لم يكن هناك هروب من السجون، يعني الذي أعطى هذا التنظيم قبلة الحياة، هذا التنظيم مات تماما 2005، قبض على كل قادته، قتل بعض قادته، كل الكوادر بتاعته كانت في السجون. بداية اسمه كان ايه يا دكتور ناجح؟ هو التنظيم ده من التنظيمات الغريبة جدا في كل شيء، هو مر بثلاثة مراحل. يعني في المرحلة الأولى كانت في أيام مبارك وبدأت في عام 2003، تأسس 2003 كردة فعل على اجتياح القوات الإسرائيلية لخان يونس وأحداث مجازر في خان يونس، فالمجموعة دي تكونت و أرادت أن ترد على هذا الاجتياح بقتل وتفجير قرى سياحية يؤمها السياح الإسرائيليون، لكن يبدو أن إسرائيل كانت تنبهت لهذا الخطر فمبكرا وسحبت كل السياح الإسرائيليين من سيناء. حصل ثلاث تفجيرات، هم عملوا ثلاث تفجيرات في ثلاثة مواقع في 2003. هذه التفجيرات الثلاثة كانت في دهب ونويبع وطابة، لكنها يعني كانوا السياح الإسرائيل مضوا، فيعني ما أحدثتش خسائر كبيرة جدا. بعد هذا قبض على حوالي 500 واحد، لكن كانوا من الحواكم بتاعت التنظيم، قادة التنظيم بيصنع المتفجرات والقادة التنظيمين وما إلى ذلك كانوا قد هربوا، أعدوا العدة للهرب. وبعد كده عملوا التفجير الأكبر في تاريخ مصر اللي هو التفجير شرم الشيخ اللي هو 2005، ردا على الاعتقالات دي وما الى ذلك. كان العداء في الاول المرحله الاولى كان الهدف السياح الاسرائيليين، تغير الهدف بقى للشرطه وللدوله المصريه، لكن كان الفتره دي اسمه التوحيد والجهاد. ودايما اي تنظيم يطلق على نفسه قاعده كده هقولها لك، انا يطلق على نفسه التوحيد والجهاد يبقى التكفير والتفجير. التنظيم ده يعني بعد ما عمل شرم الشيخ، ودي كانت أكبر تفجير وأسوأ تفجير، ودي كان فيه ثلاث عربيات مفروض إن هم يفجروا في شرم الشيخ، وجاءوا لشرم الشيخ عبر المدقات، كان مفروض إن تتفجر هذه السيارات الساعة 8 مساء، لكن ربنا لطف بهذه المدينة وبالناس إن تعطلت هذه السيارات حوالي 4 ساعات في المدقات، فوصلت إلى شرم الشيخ متأخرة ولم تستطع دخول المدينة المنطقة السياحية، فانفجرت قبل فندق غزالة، وكل اللي ماتوا فيها شباب مسلم عادي جاي يعمل في شرم الشيخ من الوادي، 84 شاب في مأساة مروعة. التنظيم ده 2005 لحقت الشرطة واقتحم الجبل الحلال بقيادة اللواء أحمد رأفت، واللواء أحمد رأفت كان أصيب طائرته من التنظيم برضو وسقط، لكن ربنا كتب له الحياة وعولج في ألمانيا وعاد. دي المرحلة الأولى من التنظيم، كل القادة بتوعه قتلوا وسجنوا أو سجنوا فخلاص يعتبر انتهى التنظيم.
جاءت الثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث، فأعطى التنظيم قبلة الحياة. كل قادته هربوا من السجون، كانوا تعلموا تكفير أكثر، كانوا ازدادوا عددا، كان اختلطوا بناس كثيرة تانية لم تكن الدولة تحسب حساب. تعلموا التكفير داخل السجون؟ هربوا من السجون، كلهم هربوا من السجون وذهبوا إلى سيناء مع ناس تنظيمات تانية زي حزب الله المصري، وده مش شيء على فكرة تكفيري، وشوية مجموعات تانية وذهبوا إلى سيناء. الثورة أعطت بالمليونيات وما إلى ذلك التي حدثت فيها، وانفتاح الحركة الإسلامية كالأنابيب المستطرقة بعضها على بعض بشكل لم يحدث من قبل في كل التاريخ يعني، والانهيار الأمن الكامل في سيناء. يعني إذا كان في انهيار أمن جزئي كان في مصر كلها، ففي سيناء كان انهيار أمني كامل أدى إلى أعطى قبلة الحياة تماما. 3 سنوات كاملة التنظيم كون كتلة بشرية قوية جدا، جاب أسلحة عمرها ما امتلكها أي تنظيم في أي وقت. يعني هو أسقط 5 طائرات، يعني كان عنده سلاح مضاد للطائرات، سلاح مضاد للمدرعات، كان عنده تقنيات حديثة كلها تعلمها من مدربين، لأن ناس كثيرة منه ذهبوا إلى سوريا وعادوا، في ناس تدربوا هنا وفي مدربين جو، يعني أعطيت قبلة الحياة. التنظيم في المرحلة دي اللي هي بعد الثورة مباشرة سمى نفسه بايع أيمن الظواهري وانتمى للقاعدة وسمى نفسه بقى أنصار بيت المقدس، نسبة إلى تنظيم تكفيري موجود في غزة، غير حماس خالص. الناس اللي بتخلط بين هذا وذاك دي ناس ولا جارية ولا فاهمة ولا أي حاجة. المرحلة الثالثة بقى هو بايع داعش، لما داعش ظهرت وحصل لها إبهار، عملت إبهار كبير قبل الانهيار الكامل، بايع داعش وتركت دكتور أيمن الظواهري وسمت نفسها بقى داعش ولاية سيناء. عندك تقدير أو توقعات للأعداد؟ ليه 3 مراحل، كل مرحلة ليه خصم. وعلى فكرة التنظيم ده هو الوحيد اللي حارب كل الرؤساء، يعني هو عمل تفجيرات في عهد مبارك، عمل تفجيرات في عهد الدكتور مرسي، عمل تفجيرات في عهد المستشار عدلي منصور، عمل تفجيرات في عهد رئيس السيسي. عندك تقدير للأرقام؟ يعني هو شغال مع كل الحكام. عندك تقدير للأرقام بتاعته؟ كم أعداده؟ وهو الأرقام دلوقتي بتنحاسب وهو في بيقفل وما إلى ذلك، لكن اللي أعطته قبلة الحياة، قبلة الكبيرة الحياة هذه ال3 سنوات، عمل 3 معسكرات تحت سمع وبصر الناس جميعا وما إلى ذلك. لكن أنا أقول لك الغلطة اللي دايما بتكرر، يعني بعد 2005 لو أنه تم تغيير الديموغرافيا بتاع سيناء كانش التنظيم ده رجع تاني، لو كان تم تغيير الفكر بتاع سيناء ما كانش رجع تاني. يعني انت هتلاقي طب ما كلمنيش على 2005، كلمنا على 2017. و2017 برضه هينتهي التنظيم وتظل الاحوال زي ما هي، ليعود بعدها بسنوات شيء مشابه لي او هو او امتداد لي او ما الى ذلك. ما لم تحدث تنميه حقيقيه في سيناء، وما لم يحدث تغيير للطريقه الديموغرافيه، وما لم تقم مشروعات عملاقه في سيناء سواء زراعيه او صناعيه او سياحيه او ما الى ذلك، لماذا لم ينشا مثلا التنظيم في جنوب في جنوب سيناء؟ لماذا لم ينشأ التنظيم في المنطقة الغربية من مصر؟ يعني المنطقة الغربية هي قبائل برضو وجال السلاح الليبي ومش عارف ايه وعندها كذا وعندها كذا والصحراء. تفسيرك ما هو تفسيرك لماذا لم نجد تنظيم؟ تفسيري قلت مرارا وتكرارا ان الفكر الذي بدأ في المنطقة الغربية كان فكر المدرسة السلفية السكندرية، ما فيش تكفير ولا تفجير. الفكر الذي بدأ في سيناء كان فكر تكفيري بدا على يد الدكتور خالد مساعد، وده طبيب اسنان هو اللي انشا هذا الفكر. لما نشا التكفير والتفجير في سيناء نشا كفكر خلاص امتد فتره طويله. حتى تفجير حصل في عهد مرسي كان أسوأ، يعني أسوأ مذبحه ل 16 جندي وما الى ذلك. فالتنظيم حتى كان بيكفر الدكتور مرسي، التنظيم هو سوبر تكفير في عهد داعش، والتنظيم ده ليه خصائص كثيره جدا، ولكن كله بيتكلم ويخلط بقى الاوراق وما الى ذلك، في خلط كبير جدا. انت حضرتك يعني قلت وانا بشكرك دكتور ناجح ابراهيم، فكره ان انت اعمل تنميه تطرد التكفير والتفجير،